أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام أينما كنتم تتابعون على شاشة تلفزيون قطر مستهل هذا الأسبوع وحلقة جديدة من جلسة الأعمال وجولة في سوق المال والأعمال القطري كما عودناكم دائما مع مستهل كل صباح وسينضم إلينا خلال هذه الحلقة من مقر بورصة قطر ومباشرة السيد أحمد الفضلي الصحفي الاقتصادي. أسعد الله صباحك بكل خير سيد أحمد ومعنا أيضا عبر الهاتف الصحفي الاقتصادي السيد محمد السقا. أسعد الله صباحك بكل خير. دعونا مشاهدينا الكرام نستهل هذه الحلقة مع إغلاقات المؤشر العام عن نهاية تداولات الخميس الماضي والتي سجلت فيها بورصة قطر محصلة أسبوعية خضراء، حيث ارتفع المؤشر العام للبورصة بنهاية تداولات الأسبوع إلى مستوى 10753 نقطة محققا ارتفاعا أسبوعيا بأكثر من 0.5%، وذلك بالمقارنة مع الأسبوع المنتهي في 15 من يوليو السابق، طبعا نظرا لأن الأسبوع السابق تزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك. سجلت قيم التداولات في الأسبوع الجاري 1,270,000,000 ريال وزعت على أكثر من 448,500,000 سهم، هذا وقد دعم الأداء الأسبوعي للبورصة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية ومن ثم التأمين يلي في ذلك قطاع النقل. هذا وقد أنهى المؤشر كذلك تداولات شهر يوليو على ارتفاع وإن كان بنسبة محدودة بلغت 20 نقطة مئوية مقابل إغلاقات شهر يونيو السابق له. سيد أحمد دعني أبدأ معك هذا الحوار، العوامل التي أثرت على المؤشر خلال شهر يوليو لا تبدو بعيدة كليا عما هو متوقع في شهر أغسطس الحالي بدءا من تطورات كورونا ومرورا بأسعار النفط وصولا حتى إلى موسم الإجازات، هل يعني ذلك استمرار استراتيجية التداول التي تبعناها خلال يوليو الماضي والتي تعد تراجع حركة التداولات فيها أبرز معالمها؟ طبعا أيضا قيم التداولات تراجعت خلال يوليو بنسبة 50% على أساس شهري، تفضل. طبعا بداية صباح الخير لكم ولكافة المشاهدين. طبعا خلال شهر يوليو لاحظنا هدوء وإن كان هناك ارتفاع شهري قياسا بشهر يونيو على مستوى التداولات، لأننا يعني لاحظنا يعني تهدئة، عملية تهدئة سواء على مستوى القيم المسجلة أو حتى على مستوى يعني الكميات التي تم التعامل عليها خلال شهر يوليو بشكل عام والجلسات المسجلة خلال شهر الماضي. طبعا في ظل حقيقة يعني مجموعة من النتائج المالية التي كانت إيجابية والتي حقيقة ربما كانت يعني على خلاف التوقعات ويعني شكلت بعض المفاجآت بالنسبة لعدد من الشركات التي ارتفعت نتائجها بشكل إيجابي. القطاع النقل واصل ارتفاعه إن كان هناك يعني بعض انخفاض على عدد من الشركات المدرجة ضمنه، كذلك لاحظنا يعني انخفاض على مستوى قطاع الاتصالات، لكن قطاع البنوك حافظ كذا على مستوى نموه وساهم في عمليات دعم قوية للمؤشر، خاصة عدد من الأسهم المدرجة ضمن هذا القطاع وعلى رأسها طبعا قطاع البنك التجاري وبنك الدوحة اللذان أعلن عن نتائج عملهما خلال الأسبوع الماضي وشكل يعني نقطة دعم قوية للمؤشر خلال آخر يعني آخر أسبوع من شهر يوليو. طبعا من المتوقع أن نشهد يعني تواصل التهدئة وتواصل الهدوء على مستوى القيم والكميات التي يتم التعامل عليها خلال شهر أغسطس من العام الجاري، وإن كانت ستتجه الأنظار يعني إلى النتائج المالية لقطاع الصناعة وقطاع العقارات. طبعا من المتوقع أن يسجل هذا القطاع أو قطاع الصناعات بشكل أساسي ربما يعني مستويات نمو قياسية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وقياسا حتى على الربع الأول من العام الجاري، وقد تؤثر يعني بعض الأسهم القيادية فيها على حركة المؤشر وتكون نقطة دعم لحركة المؤشر خلال شهر أغسطس. لكن في المحصلة لن نسجل يعني تغير كبير أو يعني ارتفاعات ربما قوية قياسا بما تم تسجيله خلال شهر يوليو، يعني بالمتوقع أن يواصل الأداء على نفسه وتتواصل أداء الأسهم يعني وحركتها على المستويات التي سجلت خلال شهر يوليو. نعم سيد محمد، نعود إلى إغلاقات الأسبوع الماضي من الناحية الفنية والتي مكنت المؤشر من البقاء فوق المعدل المتحرك، تعد هذه إشارة إيجابية نسبيا، هل يعني ذلك أننا عدنا لنصبح بمواجهة مستويات 11,000 نقطة تقريبا، أم ما زلت من وجهة نظرك تعتقد أن قيم وأحجام التداولات تبقى هي العامل الأبرز في تحرك المؤشر ناحية هذا المستوى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير عليك إيمان وعلى جميع المشاهدين. دعينا نتحدث أولا أنه بالتأكيد السيولة الآن ليست في المستوى القوي ولا تتفاعل مع بعض النتائج الإيجابية القوية اللي شهدناها، خاصة كما سبق وتوقعنا أنه قطاع الصناعة سيكون هو الأفضل أداء
ولكن لن تتوجه حتى الآن السيولة إلى هذا القطاع كي تعطي المؤشر العام الزخم المطلوب. الآن نحن نحتاج إيمان إلى مزيد من العمق على مستوى المؤشر، نحتاج إلى مزيد من التفاعل مع نتائج الشركات، نحتاج إلى امتصاص بعض الصدمات مثل مثلا تراجع أرباح بعض الشركات. هذه المرحلة عادة ما تكون مرحلة تظهر فيها نوعية من المنورات، تظهر فيها نوعية من الهدوء على مستوى التداولات، ولكن أعتقد أنه لا يمكن أن نعول عليها، فأنا يمكنها أن تعطينا مزيدا من الدعم الفني للمؤشر. ممكن أتحدث عن دعم أساسي لبعض الشركات، أتحدث عن دعم سعري لبعض الأسهم القيادية، وإنت حدثت مثلا عن قطاع البنوك أو قطاع الخدمات أو حتى قطاع طبعا بكل تأكيد الصناعة، ولكن دعم كامل لأداء المؤشر هذا أمر صعب هذه فترة أجازات بعض الشيء بالنسبة لنا هنا في قطر. وبالتالي يكون الهدوء هو المسيطر. هذا الهدوء هو ما يعطي نوع من القمون نسبيا على مستوى آلية تحرك المؤشر، ولكن المهم بالنسبة لنا هو أنه المؤشر لا يتخلى أو لا عن مستويات مهمة أو أنه يتراجع بشكل قاسي. حتى الآن لازلنا ضمن الاتجاه العرضي، بكل تأكيد نحتاج أيضا الاتجاه الصاعد، ولكن الحفاظ الآن على هذا الاتجاه لحين عودة السيولة، لحين عودة التداولات، عودة النشاط نسبيا، سنجد أنه سيكون هناك تداول قوي جدا على بعضة الأسهم، ووقتها سنتحدث عن كيف سيكون انعكاس ذلك على المؤشر، وهل مستوى 11000 نقطة بات سهلا، ووقتها سيكون اختراقه أكثر استقرارا حتى فوقه، وهو ما افتقدناه خلال الفترة الماضية. نعم طبعا مشاهدينا الكرام، نبدأ هذا الأسبوع بالتركيز، سيكون هناك 9 شركات نستعد لمتابعة إفصاحاتها المالية، من بينها 5 شركات من القطاع الصناعي، صناعة قطر، المستثمرين، الخليج الدولية، مسعيد وقامكو، بالإضافة إلى QLM والدوحة للتأمين من قطاع التأمين، والسلم والسينما من قطاع الخدمات. تابعنا الأسبوع الماضي إفصاحات ل9 شركات أيضا. وعلى صعيد هذه الإفصاحات، فقد أعلنت شركة QLM لتأمينات الحياة وتأمين الصحي عن نتائج النصف الأول من عام 2021، وحققت الشركة نموا في صافي أرباحها بلغ 10% ليصل إلى 55,400,000 ريال، مقارنة بحوالي 50,400,000 ريال تحقق في النصف الأول من العام 2020. بلغت ربحية السهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو من العام الحالي 16 درهم لكل سهم، مقابل 14 درهم لكل سهم خلال النصف الأول من العام 2020. إذن سيد أحمد، QLM هي الشركة الأولى من قطاع التأمين التي تعلن عن نتائجها حتى اليوم، نتابع التحسن الذي حققته هذه الشركة على صعيد الأرباح، أبرز ما نقرأه في نتائج هذه الشركة عن فترة النصف الأول من العام. طبعا شركة QLM يعني نجحت خلال النصف الأول من هذا العام تحقيق مستويات نمو تعتبر إيجابية بالنسبة يعني لشركات التأمين، أو قياسا على الفترات الماضية. طبعا الشركة هي وافد جديد للبورصة وتم إدراجها يعني مطلع هذا العام، نجحت في تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية سواء خلال الربع الأول أو حتى خلال الربع الثاني من هذا العام، مستفيدة من عدد من العوامل المتصلة سواء بالشركة بشكل مباشر أو بقطاع التأمين، وعلى على رأسها يعني التأمين الصحي للأفراد. وكانت الشركة طرحت في شهر مارس يعني من هذا العام يعني حزمة من الخدمات التأمينية الصحية للأفراد وللعائلات. كذلك الشركة استفادت من مجموعة من العوامل الخارجية، ومن ضمنها يعني تصنيف شركة تصنيف فوتسي للشركة ضمن شركات مؤشر شركات ذات رأس المال الصغير خلال شهر 5. طبعا هذه عوامل وغيرها من العوامل الأخرى كان لها الانعكاس الإيجابي على شركة QLM، والتي تعتبر هي إحدى شركات أو الزميلة لقطر للتأمين، كبرى شركات التأمين في دولة قطر، وبالتالي نجحت في تحقيق مجموعة من المؤشرات حتى على مستوى يعني إجمالي الاشتراكات والاكتتابات المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري تعتبر جيدة، في ظل حقيقة مجموعة من المتغيرات، في ظل يعني انفتاح السوق أكثر وأكثر على شركات أخرى من في قطاع التأمين، كذلك يعني مجموعة من الخدمات التنافسية وحزم من الخدمات التنافسية التي تقدمها شركات، وبالتالي يرفع يعني من مستوى التنوع والخيارات لدى عدد المستهلكين ولدى العملاء، وبالتالي يكون ربما ضاغط على عدد من الشركات، لكن الشركة في المجمل تمكنت من تحقيق وتجاوز تلك التحديات التي سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري، ونجحت في تحقيق مستويات ربحية وعوائد على السهم تعتبر جيدة ومجزية حتى للمستثمرين إذا ما قسناها مثل ما ذكرنا
ببقية الشركات وقسناها حتى على النتائج المالية أو العوائد المحققة على السهم بالنسبة أو للأسهم لشركات التأمين خلال الربع الأول من العام الجاري. نعم سيد محمد، شهدنا نتائج لشركتين الأسبوع الماضي، معنا هذا الأسبوع خمس شركات أخرى من القطاع الصناعي دفعة واحدة، كيف تتوقع تأثير هذه الإفصاحات على مسار المؤشر، خاصة وأن من بينها السهم القيادي صناعة قطر؟ أكيد تأثير مهم جدا، ودعانا استعرضهم بشكل سريع. صناعات قطر بكل تأكيد مع هذا الثقل الكبير على مستوى البورصة على مستوى المؤشر، هذا السهم العيد توجه إليه بشكل رئيسي، كيف سيكون أداء صناعات قطر، لأنه صناعات قطر جزء كبير من الاستثمارات الأجنبية المتواجدة في السوق تتواجد ضمن صناعات قطر، وجزء كبير من السيولة تم ضخها من الخارج حتى عن صعيد المؤسسات الخارجية أو المؤسسات الأجنبية أو حتى المؤسسات العربية تأتي إلى صناعات قطر كونه سهم قيادي جدا وسهم لديه استقرار قوي. لو نظرنا على مستوى نتائج الربع الأول إيمان، سنعود إلى صناعات قطر نجد أنها كانت عملت يعني نمو قياسي 619% على مستوى نمو أرباح الربع الأول. لدينا سهم آخر مثل سهم مستعيد كان خلال الربع الأول أيضا لديه نمو نسبة 562%. سهم مثل قامكو كان أكثر من 1050% نسبة نمو. معنى ذلك أنه مع التحسن الكبير والأكثر على مستوى الربع الثاني سنجد أنه هذه النسب القياسية على مستوى نمو الأرباح مرشحة للتواجد بل والمضاعفة أيضا. نعم. وبالتأكيد هذا سيكون له تأثير كبير على تراكمية الأرباح المتعلقة سواء في القطاع الصناعي، لأن صناعات قطر عادة ما تكون قيمة أرباحها هي ومستعيد تقريبا 80% من قيمة أرباح القطاع الصناعي، وهذا ما نعول عليه خلال هذا الأسبوع إن شاء الله إنه سيشكل دفعة قوية لنتائج القطاع الصناعي ولأداء البورصة. نعم بمشيئة الله. طبعا مشاهدينا نذكركم أن بورصة قطر تستعد غدا الاثنين لإدراج مجموعة مقدام القابضة في سوق الشركات الناشئة، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية لتصبح بذلك ثاني شركة تدرج في سوق الشركات الناشئة بعد مجموعة الفالح التعليمية. دعونا نتابع. إدراج ثاني في سوق الشركات الناشئة تستعد له بورصة قطر بعد الإطلاق الذي شهدته هذه السوق في شهر إبريل الماضي، حيث تستعد البورصة لإدراج مجموعة مقدام القابضة هذا الأسبوع، وهي شركة قطرية تم تأسيسها عام 2018 يشمل عملها قطاعات متعددة أبرزها التكنولوجية. مقدام تملك ثلاث شركات تحتها، اللي هي مقدام للإنذار المبكر، ومقدام للتكنولوجيا، ومقدام للخدمات التقنية. مقدام للإنذار المبكر تملك براءة اختراع قطرية، ونعمل ويا عدة جهات في الدولة، ورابطين في أكثر من تقريبا 5000 مبنى في قطر عندنا اليوم. وتقدم الشركة خدمات متكاملة شاملة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الاستشارات والتطوير والتوريد والتنفيذ وإدارة المشاريع والبرامج والدعم والصيانة، ويشمل ذلك أنظمة الشبكات والمعلومات وأنظمة مراكز المعلومات، بالإضافة إلى أنظمة إدارة الخدمات ومجموعة واسعة من الحلول والبرمجيات التي تركز بشكل أساسي على حلول الأمن وأجهزة الإنذار. نحن العام حققنا أرباح 23 مليون، وكانت كورونا موجودة يعني هذا أثر على أرباحنا. طبعا الشركة تتطلع أنها تتوسع في الداخل وفي الخارج، ونحن نعطي كل جهدنا أن ننفذ هذا الشيء في أرض الواقع إن شاء الله. وستدرج أسهم شركة مجموعة مقدام القابضة برمز MKDM، وسيكون سعر سهم الشركة معوما في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتبارا من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10% صعودا وهبوطا. وأشارت بورصة قطر إلى أن أسهم الشركة ستدرج إدراجا مباشرا في سوق الشركات الناشئة، وسيتم إصدار وتنفيذ الأوامر بهذه السوق من خلال الوسطاء المرخصين، وبنفس الطريقة التي يتم بها تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية. إذن سيد أحمد، مقدام هي أول شركة تكنولوجية تدرج في هذا السوق، كما كانت الفالح هي أيضا أول شركة تعليمية. وجود مجالات جديدة للتداول في المؤشر، كيف تخدم حركة التداولات في المستقبل؟
طبعا هذا يساهم في تنويع المحفظة الاستثمارية وطرح مجموعة من الخيارات الاستثمارية للمستثمرين سواء من فئة الأفراد أو المحافظ. تقريبا هذه الشركات في العادة تكون موجهة أو هذه الإدراجات في السوق الناشئة تكون موجهة وتستقطب بشكل أكبر يعني المستثمرين من فئة الأفراد يعني مقارنة بالمحافظ الأجنبية التي عادة أو المحافظ الخليجية والمحافظ العربية التي عادة ما يكون تركيزها على عدد من الأسهم القيادية ضمن السوق الرئيسية. طبعا هذا سيكون يعني مثل ما ذكرنا يعني مساهم بشكل أساسي بالنسبة للمستثمر تحقيق عوائد وتحقيق يعني خيارات استثمارية جديدة والدخول في استثمارات في عدد من الشركات وتنويع مجموعة الشركات المدرجة ضمن البورصة سواء في السوق الرئيسية أو حتى في السوق الناشئة. وبالنسبة للشركات التي تدرج في حد ذات نفسها في السوق الناشئة هو يساهم في توفير يعني قنوات وأوعية تمويلية جديدة على خلاف التقليدية يعني، وكذلك يساهم في رفع التنافسية على مستوى تلك الشركات ويساهم بشكل أساسي في يعني تهيئة تلك الشركات ربما للتحول إلى شركات مساهمة مدرجة ضمن السوق الأولى وبالتالي إكسابها خلال هذه من خلال هذه الإدراجات. نحن نتحدث طبعا عن إدراجات ضمن السوق الناشئة، يساهم في إكسابها الخبرة والتأقلم مع ظروف السوق المالية والأنظمة والتشريعات الرقابية التي يتم إقرارها من قبل الهيئات التنظيمية للسوق المالية سواء من هيئة تنظيم الأوراق المالية أو حتى من بورصة قطر. نعم. وبالتالي تكتسب الخبرة خلال هذه الفترة، فبالتالي يمكن القول أن هذه الإدراجات هي لديها فوائد جمع سواء للمستثمرين أو حتى للشركات التي تقوم بالإدراج خلال هذه السوق. ومن المتوقع خلال الفترة المقربة والأشهر المتبقية من هذا العام قد نشهد ربما مجموعة من الإدراجات الأخرى لعدد من الشركات في مجموعة من القطاعات الأخرى، ليس فقط التكنولوجية وإنما قطاعات أخرى ترتبط بالقطاع الصناعي وترتبط بالصناعات التحويلية على وجه التحديد. نعم، بالحديث عن الإدراجات الجديدة سيد محمد، هذا هو الإدراج الثاني خلال عام واحد في السوق الناشئة بفرق 4 أشهر فقط ما بين إدراج الشركتين، كيف تبدو وتيرة الإدراجات بمعدلها الحالي؟ بالتأكيد هي وتيرة أسرع السوق الأساسي، ولكن هل هي وتيرة مرضية لنا؟ أعتقد نحن نحتاج إلى المزيد، لأنه أنت حدثت بوضوح إيمان هذه هي الفرصة الذهبية الأكثر بروزا في تاريخ البورصة القطرية. لماذا نتحدث عن ذلك؟ لأنه كما تحدثت في سؤالك الأول للزميل أحمد، الآن نجد شركة من القطاع التعليمي لأول مرة في بورصة قطر، ونجد شركة تكنولوجية بهذه الهيكلية بس بمقدام القابضة تدرج في شركة بورصة قطر لأول مرة. صحيح. معنى ذلك أنه لدينا الفرصة الحقيقية لتمثيل الاقتصاد القطري بشكل كامل داخل البورصة عبر سوق الشركات الناشئة. نعم. والآن عندما تنظرين إلى وتيرة الإدراجات بالتأكيد هي جيدة، ولكن نحن نحتاج إلى أن تتواجد ما بين 20 إلى 40 شركة ضمن هذا السوق كي نتمكن أنه مثلا خلال كل عام يتم تصعيد شركة منهم أو شركتين لكي تنضم إلى السوق الرئيسي، وهذا هو هدف من الأهداف الرئيسية لإطلاق السوق الناشئ. نعم. جزء مهم جدا إيمان، وهو أنه الشركات التي يطلق عليها حول العالم اليونيكورن والشركات الكبرى التي تصل قيمتها إلى تريليون دولار وأكثر من 100 مليار دولار، جميع هذه الشركات كانت شركات ناشئة. نعم. الفرصة الآن داخل هذه الشركات في دعمها، يعني تتولى تحصل على المنقصات فيتم دعمها فيتم إدراج المزيد منها داخل السوق، وقتها المكاسب عبر هذا السوق الناشئ ستكون أكثر من ممتازة سواء للاقتصاد أو للبورصة القطرية. نعم، مشاهدينا الكرام دعونا نفتح ملف الأسواق العالمية، حيث تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة الجمعة لكنها سجلت سادس مكاسب شهرية على التوالي مع تعافي الاقتصاد من أزمة الوباء. تعرضت وول ستريت لضغوط هبوطية بالأمس بعد صدور نتائج أعمال فصلية لشركات أو لعدة شركات، وبعد بيانات اقتصادية بالأمس أظهرت نمو الاقتصاد بوتيرة أقل من التوقعات في الربع الثاني. هبط مؤشر داو جونز الصناعي ب14% مسجلا هبوطا أسبوعيا ب14%، لكنه ارتفع ب1.3% خلال الشهر الماضي. كمان خفض ستاندر أند بورس 500 بنحو 0.5% ليهبط
14% هذا الأسبوع مقابل ارتفاعات شهرية ب 2.5%. كما تراجع أيضا مؤشر ناسداك بنحو 17%، لكنه انخفض أسبوعيا بأكثر من 1% مقابل ارتفاعات شهرية ب 21%. أيضا ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة لتسجل مكاسب أسبوعية وشهرية مع التفاؤل بشأن تعافي الطلب بوتيرة تتجاوز المعروض من الخام. يواصل سوق النفط الاستفادة من استمرار حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا حول العالم رغم القلق المتزايد بشأن تفشي متغير دلتا الأسرع انتشارا من الوباء، بالإضافة إلى تراجع محدود في عدد منصات التنقيب في الولايات المتحدة الأمريكية. سجل سعر العقود الأجل للخام برنت القياسي تسليم سبتمبر ارتفاعا ب 14% عند 76.33 دولار للبرميل عند التسوية، ليصعد بأكثر أو بنحو 3% خلال الأسبوع الجاري و 2.5% في يوليو. كما ارتفع أيضا سعر عقد خام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنصف في المئة مسجلا 73.95 دولار للبرميل بمكاسب أسبوعية وشهرية بنحو 2.16%. في المقابل أيضا سجلت العقود الآجلة للذهب مكاسب أسبوعية وشهرية على الرغم من تراجع عند تسوية التعاملات اليوم الجمعة. إذن سيد أحمد، مسار الارتفاع الذي يسجله النفط خلال تداولات يوليو لم يكن طبعا بالمفاجئ، ولكن هل هذا يدل على تغيير مسار التعاطي مع تطورات فيروس كورونا، التفاؤل بالنمو الاقتصادي ربما؟ نعم طبعا، بالنسبة لمستويات التفاؤل للنمو الاقتصادي العالمي طبعا هنا هو أحد العوامل حقيقة ربما الذي سيساهم في هذه الارتفاعات خلال الفترة المقبلة. طبعا صندوق النقد الدولي يتوقع مستويات نمو إيجابية خلال هذا العام تقريبا بنحو 6%. هناك عملية تهدئة على مستوى سواء أوبك أو أوبك بلاس خلال الفترة الماضية، وتوجه نحو المحافظة على مستويات سعرية جد مرتفعة خلال الفترة المقبلة. طبعا كذلك تعافي الطلب وعودة الاقتصاد العالمي سواء وبالأخص في عدد من المناطق الرئيسية، نتحدث عن السوق الآسيوية ونتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، وعادة هذه الأسواق هي تكون رافض وداعم أساسي للاقتصاد العالمي، وبالتالي هناك عمليات تجميع وعمليات بناء مخزونات استراتيجية خلال هذه الفترة على مستويات أو على مستوى النفط بشكل أساسي. ربما قد تكون كذلك هي بدافع بعض المخاوف من قبل تلك الاقتصادات ومن قبل تلك الدول من عودة ربما إغلاق عالمي وبالتالي توقف لأسعار النفط، وبالتالي ربما تحاول بناء مخزون استراتيجي تجنبا لأي ضغوطات خلال الفترة المقبلة. لكن في المحصلة مثل ما ذكرنا يعني المناخ المتفائل، تقديم التلقيح لمختلف سكان العالم، كذلك يعني عودة على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية إلى نشاط بمستويات جد قياسية مقارنة بالمستوى المسجل خلال العام الماضي. نعم. توقعات وتفاؤل بمستويات النمو خلال الفترة المقبلة سيكون داعم أساسي لحركة النفط خلال الفترة المقبلة وبالأخص. نعم. يعني خلال الربع الثالث من هذا العام. نعم. إذن سيد محمد، تقرير حديث يظهر زيادة إنتاج دول مجموعة أوبك إلى أعلى مستويات في 15 شهر مع تعافي الطلب على الخام عالميا، كيف ترى تأثير السياسة النفطية على الأسعار خلال الفترة المقبلة؟ الحقيقة أنها يبدو أنها عملية طردية داخلية مغلقة لبعض المنتجين، لأنه لو نظرنا إلى من أين أتت هذه الزيادة، جاءت عبر دولتين فقط بنسبة كبيرة جداً. ولكن لا زال هناك معدل، وهذا أمر مهم إيمان، معدل الامتثال لتخفيضات أوبك لا زال حتى الآن انخفض فقط من 118% إلى 115%. نعم. معنى ذلك أنه لا زال هناك امتثال جيد لأوبك، لكن الأمر صراحة إلا أجد فيه مؤثر رئيسي على أسعار النفط خلال الفترة المقبلة يمكن أكثر من أوبك، هو استمرار الانخفاض الكبير والتدهور الكبير على مستوى مخزونات النفط في أمريكا. معنى ذلك أن الطلب أكبر بكثير مما يمكن قد يروج له البعض، وفي نفس الوقت يبدو أن منصات التنقيب عن النفط والغاز آخر تقرير يتحدث عن أنه هناك انخفاض أيضا فيه، فيبدو أن التأثير الذي نتخوف منه كثيرا عبر صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة يعني تأثيره لن يكون الآن، سيتم تأجيله بعض الوقت، ولكن يبدو أن أسعار النفط ستحافظ على مستوياتها الحالية وحتى قد تكون قادرة على مكاسب جيدة خلال الفترة المقبلة لحين ظهور مؤثرات أخرى مغايرة لما نراه الآن. نعم،
مشاهدينا الكرام، دعونا نستعرض وإياكم افتتاحات السوق القطري خلال هذه اللحظات. نحن نشهد عمليات جني أرباح أعادت المؤشر لكسر مستويات 10710 نقاط، تقريبا 14 نقطة المئوية يفقدها المؤشر خلال هذه اللحظات. وإن كان كنا نشهد حركة وتداولات سريعة خلال هذه اللحظات، نتحدث عن ما يقرب من 21 مليون سهم وبقيم وصلت إلى 43 مليون ريال من خلال تنفيذ أكثر من 1200 صفقة. تقريبا قطاع التأمين يتصدر القطاعات المتراجعة خلال هذه اللحظة. على صعيد القوائم مشاهدينا الكرام، القائمة الخضراء في صدارتها السينما وارتفاعات قرب 8%، بلدنا تأتي ثانيا وارتفاعات وصلت إلى 3.5% مقابل 2.4%، كانت ارتفاعات قمكو فالإسمنت بأكثر من 1%. القائمة الحمراء تضم معنا خلال هذه اللحظات قطر للتأمين في صدارتها مع انخفاضات وصلت إلى 5%. الدوحة أو بنك الدوحة ينخفض بأكثر من 3.3%. البنك التجاري 1.6 النقطة المئوية، والخليج التكافلي من ضمن المتراجعين ب 1.4 النقطة المئوية. القائمة تضم مجموعة من الأسهم القيادية خلال هذه اللحظات، ولكن دعونا نتابع معا النشاط والذي تستحوذ عليه عدة شركات في صدارتها. QNB المنخفض بأكثر من 0.25% في صدارة هذه القائمة بأكثر من 6 ملايين ريال، بلدنا تأتي ثانيا وقرابة 6 ملايين ريال هي الأخرى. السلام تستحوذ على 5.8 ملايين سهم مقابل استحواذ أريده ريال مقابل استحواذ أريده على 5.3 ملايين ريال خلال هذه اللحظات. على وفي شأن آخر مشاهدينا، كشفت النشرة الفصلية التي أصدرها مصرف قطر المركزي عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الأول من العام الجاري بأكثر من 9% إلى 147.210 مليار ريال مقارنة ب 134.820 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام السابق. سيد أحمد، أبرز ما قد نقرأه في هذا الارتفاع المسجل على الناتج المحلي؟ حقيقة هو يعكس تعافي الاقتصاد أو التعافي الحقيقي للاقتصاد القطري خلال الربع الأول من العام الجاري. إذا ما نظرنا أو يعني من خلال رؤية تاريخية إلى تحرك أو تعافي أو بداية تعافي الاقتصاد القطري، نلحظ أنه هنا بدأ في التعافي تقريبا منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، وبدأ في تحقيق مستويات نمو جد إيجابية يعني، ولعل يعني المستويات المحققة خلال تلك الفترة سواء على مستوى الناتج المحلي أو حتى على مستوى الموازين المالية، سواء تتعلق بالميزان التجاري للدولة أو حتى تتعلق بمستوى الميزان والحساب الجاري للدولة، كان هناك يعني تعافي ونمو وارتفاع جد إيجابي يعكس يعني حقيقة التعافي المسجل خلال تلك الفترة. خلال الربع الأول من العام الجاري لاحظنا ارتفاع على مستوى أسعار النفط، طبعا على بالنسبة للأسواق العالمية، وبالنسبة للدولة لاحظنا عودة الاقتصاد وعودة العديد من الأنشطة التي ربما كانت توقفت إما كليا أو جزئيا بسبب تفشي جائحة كورونا. وكذلك لاحظنا توقيع مجموعة من العقود والاتفاقيات والشراكات الثنائية مع عدد من الشركاء الرئيسيين والعالميين، سواء فيما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي والنفط أو حتى فيما يتعلق بالمكثفات أو حتى في قطاعات صناعية وإنتاجية أخرى. ولاحظنا يعني ارتفاع على مستوى مستويات التصدير وعمليات يعني والعقود والشركات التي تم توقيعها خلال تلك الفترة، وبالتالي انعكس إيجابا على الناتج المحلي للدولة، والذي من المتوقع أن يكون يعني كذلك ارتفع مقارنة بالربع الأول يعني في خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول. نعم. بدعم وضحت مجموعة سيد من المؤشرات. وضحت سيد أحمد. السيد أحمد الفضلي الصحفي الاقتصادي كنت معنا مباشرة من مقر بورصة قطر، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لضيفي الكريم السيد محمد السقا الصحفي الاقتصادي كان معنا مباشرة عبر الهاتف. الشكر لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم. لنا نلقاكم عند الواحدة وإغلاقات المؤشر العام مع نهاية دولات هذه الجلسة. إلى اللقاء.